الحكم المصري واخد وضعه صح؟ هل مقدر معنويا وماديا كفاية؟ لا، مش مفيش يعني تقدير سواء مادي او قولاً معنوي قولاً واحدا. يعني يعني ايه اللي ممكن يحصل عشان خاطر يعني الحكم المصري يبقى وضعه احسن من كده، خصوصا انه اكيد اكيد يعني حضرتك وزملائك لما بتسمعوا ان عايزين حكم اجنبي لمباراه القمه اكيد دي حاجه بتضايقكم، بتحسوا ان مفيش ثقه فيكم يعني؟ لا، افضل ان الحكم الاجنبي بيكلف الاتحاد وبيكلف الخزائن الاتحاد لا يقل عن تقريبا حوالي 1,000,000 جنيه مصري يعني في المباراه الواحده. آه، الطاقم كامل يعني بالفار بالحكم الرابع، فانت بتتكلمي في في في, في يعني تكلفة عالية للحكم الأجنبي، بالرغم من المصري أدار الأهلي والزمالك. احنا في آخر 7-8 سنين تقريبا في 10 أطقم تقريبا أداروا مباراة القمة، وتقريبا العشر ماتشات تقريبا أو 7-8 ماتشات كلها نجحت. يعني ما هو دايما يا كابتن برضو عندنا معضلة كبيرة في الحكم المصري، يعني دايما مشكوك في اتجاهاته، دايما مثلا يقولوا فلان ده ما هو أصله هو أهلاوي، فلان ده أصله هو زملكاوي، فدايما في شك في الحكم المصري. فالحكم الاجنبي بيجي بقى ملوش دعوه لا باحمر ولا ابيض ولا اصفر ولا اي لون، فدايما بيبقى بعيد عن خلاص الشك. يبقى احنا خلاص حضرتك تقعدي في البيت بقى، لان انت كتاباتك حتى او ارائك اكيد هتقول عليك ان انت مياله لحد عن حد، ما بتنتقديش في ده انت كصحفيه او كاعلاميه. هو دايما الجماهير العكس يعني. دايما يشوفوا ان انت مع الاخر يعني. يبقى احنا مش هنشتغل لو احنا مشينا ورا الناس وان الناس هي هتتحكم في ضمايرنا، يبقى احنا مش هنشتغل. لا طبعا، احنا عندنا ضمايرنا وعندنا اللي ربنا اللي نخاف منه في شغلنا، لكن انت في مجال هو مجال تقديري، انت في لعبه تحصل ممكن 4-5 قاعدين بيختلفوا على القرار، واحد مع الاحتساب واحد مع عدم الاحتساب، والتاني لا ده انا ممكن تمشي. فانت في حاجه تقديريه، حاجه اتبنت على التقدير، لها اعتبارات ولها معايير بتحكمنا، بس في الاخر هو تقدير الحكم هو الفيصل. هو معلش، هو الاتحاد مش بيوفر لكم تنقلات؟ يعني كل واحد بيروح لوحده؟ كل واحد بيروح لوحده. يعني انت مثلا انا عندي الاهلي ومثلا والاتحاد السكندري وبرج العرب مثلا يوم بكره، بمشي بكره بعربيه حضرتك الخاصه. عربيتي. الاتحاد ملوش دعوه. اللي معهوش عربيه بيسافر في القطر. طب هو مش كل الحكام معاه عربيات يعني؟ يعني لو حكم معهوش عربيه يروح المباراه راكب قطر، راكب اتوبيس، راكب اي وسيله مواصله، طب ما ده لما يروح الماتش هيبقى هو مجهد. انت كده مش بتحمي الحكم احنا بتاعك. متحملين بقى، احنا نتحمل الاجهاد ونتحمل كل حاجه يعني تتحملوا المصاريف والاجهاد وتتحملوا كل حاجه. كل حاجه. هو شغلتنا كده. بس بتحضروا المعسكرات؟ هو الاتحاد بينظم لكم المعسكرات؟ احنا شغلتنا نعيش متحملين كده.